نحن اللي كنا واقفين وداعمين الإطاحة اللي حصلت، نحن ما ندمانين عليها، نحن ما ندمانين على أن الحرية والتغيير دي سقطت، لكن نحن ندمانين على المكون العسكري أن نحن دعمناه، هو ما قادر يقف يصلب حيله ويدعم البلد ويمشي لقدام. الليلة السيد البرهان لما قابلوا سياسيين قال لهم أنا مضغوط، قال لهم أنا مضغوط، ده رأس الدولة، هذا هو السيد البرهان اللي نحن اصطفينا كلنا وراه وقلنا له امشي لقدام واضرب بيد من حديد وكون الحكومه بتاعتك والمكونات المدنيه وراك. قال انا مضغوط، قال انا مضغوط. الضغط منو؟ ضغطه السفارات الاجنبيه، ضغطه فولكر، ضغطه الامم المتحده، ضغطه امريكا، ضغطه المجتمع الدولي، وقالوا له بالحرف الواحد يا تسوي يا نمشي بالشكل ده يا نحن بنعلقك في حبل المشنقه، وملف اعتصام القياده قاعد في الدور الجاهز، وملف ضغطنا المتظاهرين عشان تشوفوا الناس اللي بيبيعوا الدم في السودان، ديل اللي بيطلعوا بيقولوا دماء المتظاهرين ودماء الشهداء، واين دماء الشهداء؟ ماسكين الملفات دي، دماء الشهداء عندهم ارخص من المويه الجاريه في الشارع، ماسكين الملفات دي عشان يبتزوا بها البرهان، عشان يبتزوا بها حميدتي، وعارفين الزول الفضل اعتصام منو؟ ما دارين يحاكموه، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ما دارين يحاكموه، دارين يمسكوا الملف ده لليوم الاسود ده، وعارفين اللي بيقتلوا المتظاهرين منو؟ ما دارين يقدموهم للمحاكمات، كلهم خونه، كلهم باعوا دماء الشهداء وباعوا القضيه بتاعتهم، ماسكين الملف ده الليله عشان يقولوا للسيد البرهان يا تمشي التزويه دي، يا نحن بنعلقك في حبل المشنقه، والله لا هاي ما توقفك، لا هاي ما تكفيك، والبرهان يقول للسياسيين انا مضغوط، اطلعوا ساعدوني، اعملوا اللي بتقدروا تعملوه، نحن نطلع الشارع ونتظاهر ونعمل اللي بنقدر عليه عشان نقنع الراي العالمي، عشان نقنع اوروبا ونقنع الترويكا انه في شارع ثاني، عشان الترويكا ترفع الضغط عن البرهان. هكذا يدار السودان ايها الشعب السوداني. هكذا يدار السودان. هكذا يدار السودان اليوم ايها الشعب السوداني. اذا راس الدوله هو بيستجدي القوى السياسيه بيقول لهم اثبتوا مواقفكم وامرقوا الشارع واثبتوا لي انه انتم موجودين، ما اثبتوا لي، اثبتوا للترويكا واثبتوا للفولكر واثبتوا للمجتمع الدولي عشان هو يرفع الضغط عني عشان انا اقدر اعمل تسويه شامله. وده السبب الفتره فاتت كلها نحن بنتكلم عن انه يا سيد البرهان كون الحكومه، يا نائب رئيس مجلس السيادة كون الحكومة، سنة كاملة البلد بدون حكومة، محاولات مستميتة وبائسة وما صحيحة، إنهم يثبتوا الدولار ثبتوه مقابل تضخم كبير جدا، ضرب الاقتصاد السوداني، كون الحكومة والضغط مستمر، ضغط دولي مستمر على السيد البرهان أنه ما يشكل الحكومة. ونعم الضغط حقيقي والضغط قوي وفيه تهديدات شخصية، ما بقولوا له نحن ما حنقدم دعم للسودان، ما بقولوا له نحن ما حنديك قروش، ما بقولوا له نحن ما حنعترف بالحكومه في المجلس الامن، بقولوا له نحن بنعلقك في حبل المشنقه، بتوقع الوثيقه التسويه الخاصه دي نحن بنقدم لك الضمانات انه ما تتحاكم، والضمانات دي ما بدوها له ناس قحط، بدوها له الخواجات. انا قبيل امبارح في اللايف بتاع امبارح قلت للشعب السوداني مشكلتنا الان ان السودان